طيب سيد مضر، ما تأثير هذه الخسائر الروسية الفادحة في شرق أوكرانيا في هذه الأيام على نظام بشار الأسد، خاصة وأن الجميع يعلم بأن هناك دعم كبير ولا محدود من قبل دولة روسية لنظام بشار الأسد؟ يعني اليوم فرحة كبيرة وفرحة عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي ولدى الشعب السوري في المناطق المحررة وحتى المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام أو روسيا أو ميليشيات البيدة وهم مع الثورة ومع الثوار ومع تحرير سوريا، فهؤلاء في حالة فرح كبير جدا بسبب الانكسارات الواضحة والانكسارات المتتالية لروسيا، لأن هذا الوضع سيتكون له نتائج إيجابية على سوريا. القوات الروسية والطيران الروسي هو الذي ساهم في بقاء نظام الأسد حتى هذا اليوم. الطيران الروسي والقوة العسكرية الروسية هي التي دمرت سوريا وهي التي دمرت البنى التحتية في سوريا، هي التي شاركت وساهمت في تدمير دوما وحرزتا وريف دمشق، إضافة إلى ريف حمص وريف حماة، إضافة إلى ريف إدلب وكذلك إلى مدينة حلب وإلى جنوب دمشق وإلى درعا، إضافة إلى قيام الطيران الروسي بقصف العشرات من المدن ومن القرى ومن البلدات في جنوب الحسكة، حتى أنهم قصفوا القرية، هي قرية الشدادي، عندما قام الطيران الروسي بقصف الفرن الآلي الوحيد الموجود في بلدة الشدادي، مما أدى إلى مقتل وجرح حوالي 150 من الأهالي الأبرياء، أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن. كذلك الطيران الروسي حتى أنه قام بقصف منزل شقيقي في مدينة الشدادي وتدميره بشكل كامل، مع تدمير العشرات بل المئات من المنازل في جنوب الحسكة، وكل ذلك من أجل مساعدة نظام الأسد ومن أجل دعم نظام الأسد. الفرحة كبيرة لدى الشعب السوري، وإن شاء الله